Hello everyone, it's me Asma and welcome to my channel. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف أعطيكم بعض النصائح التي أستفيد منها في رحلتي نحو التغيير. أولا، ابدأ بتغيير نفسك ثم عالمك. من منا لا يريد أن يكون ناجح، ولكن يعتقد البعض أنه يجب أن يكون محيطه مثاليا لذلك، ولكن هذا شيء مستحيل، بل يجب أن تبدأ بمحيطك في الواقع الذي أنت تعيش فيه ثم تغير من حولك. النقطة هي تقبل الانتقاد. أنا متأكدة أن كل منا يتعرض للانتقاد بشكل يومي، سواء العائلة، الأقارب، أصدقاء، يعني كل المحيط. يحاول أن تواجهها بكل ثقة ولا تكترث لما يقوله الناس، فتجربة مجربة. فارضى الناس غاية لا تدرك، حاول أن تفعل ما يرضيك ويرضى الله تعالى، وهذا فقط. آخر نقطة وهي الثقة بالنفس، هي مرتبطة بالتي قبلها. لكي تكون واثق من نفسك يجب أن تتقبل نفسك كما هي، وتتقبل كل عيوبك مهما كانت، سمين، نحيف، قوي، ضعيف. وحاول كل مرة أن تغير شيء سلبي إلى شيء إيجابي. وهناك ما سمعته، ما دام أنه لا يوجد عدو في داخلك فلن يستطيع أي عدو من الخارج أن يحركك. فكن متصالح مع نفسك ولا تنتقد نفسك زيادة على ما ينتقده الناس عليك. وهذه أهم النقاط التي كنت أريد مشاركتها معكم. أتمنى أن تكون استفدتم من هذا الفيديو وأكون خفيفة الظل عليكم. لا تنسوا لايك، سبسكرايب، كومنت. باي باي.